السلام عليكم استوديو 14 هنايا سي لا بروميير فيديو ديالي ملي بدا الحراك. بون واش حبيت نهضر؟ نهضر على الفوت غدوة ان شاء الله. اليوم رانا لو 10 ديسمبر، غدوة ان شاء الله لو 11 ديسمبر. فوالا حبيت نقول فيو ووردز، كلمات صغيرة على هذا الفوت وعلى هذا الانتخابات. سمحوا لي راني نشوف التلفازه هنايا، راني نشوف في الارضيه كما قلنا اليوم 11 ديسمبر هاي جوا الاربعه، راني نشوف في الارضيه لفتت انتباهي. كنت نهضركم على الحراك ولكن راني نشوف في الارضيه دركا قريقش، حياه قريقش كيفاش بدا العمل في المسرح وكلش. تبلي ربي ناجلوا الحوار على الانتخابات و وما يجرى، وجاب لي ربي نروح نشوف انا القريقش هاو في الارضيه دركا غدوه ان شاء الله البوط. ها ما امنتونيش واقيلا، ها القريقش ها الدجاجة الاولى، الدجاجة الثانية ما كملهاش. قولي قلبي بصمك كيفاش قلت قريقش؟ قريقش غدوه البوط والارضية هاي ليك. سمحوا لنا نشوف حكاية قريقش ومن بعد نعاود نحكي لكم الحاجة المهمة على هذا الفوت. هيا بقاو على خير.